من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. لذيذ لا غص بتلاقي اكلتنا والله لديون، نظامه من اصله فاسد حملنا هموم عالي هموم. من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون، ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون. هاي جيشه جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون. لك وبعدين، وبعدين مع هالقصة صار لي خاطب أكتر من 10 سنين، يعني لإمتى؟ لإمتى الجماعة بدهم يصبروا علي؟ آخ آخ، وعلى شو؟ كل يوم بقلهم السنة الجاية والشهر الجاية وبكرة التسريح وبعد بكرة التسريح وما عم يشوفوا شي. لك والله مليت من هالحالة، لك مليت. كل يوم بدي اكذب عليهم، كل يوم بقول لهم بكره بتخلص الحرب. اخ اخ، لك بدي اتسرح بقى، بدي اتسرح واتجوز، لك بدي اتجوز قبل ما تروح العروس من بين ايدي. لك اخ اخ، تاخرت عليك بلوت، سامحني بلوت. لك بلوت، لك ايه ايه، شبك عم تصرخ؟ لك عم حاكي، بس انت الله اعلم وين صافين، اكيد بالخطبه. والله يا هارون كلامك مظبوط، عم فكر بالخطيبة. اني يا لك يا عمي، انت عندك خطيبة بس العطرة علي، ما حدا عم يرضى فيني لاني عسكري. نيالي؟ لك على شو نيالي؟ صار لي اكتر من 10 سنين خاطب واهل العروس رافضين يجوزوها لحتى خلص جيش. وحلة اذا بتحلة. معقول؟ لك وبركي طولت الحرب هيك بتكون تضلوا يعني؟ لا لا، اصلا انا ما بعتقد انه يصبروا علي اكثر من هالسنه هي، لانه حتى خطيبتي حسيت لك اياها بلشت تتغير. يا سيدي لو كان عندك مصاري وحالتك الماديه منيحه كان صبروا عليك. يا سيدي معك حق. لك شو بدي ساوي؟ اللي شو بدي ساوي والراتب تبعنا ما بيكفينا حق دخان ومعسل ومشروب. عندي فكره. ايدي بزنارك الحقني فيها. شو هي؟ لك ليش ما بتطلع عقد على ليبيا مع العقيد ابو مضار؟ على ليبيا؟ لك ايه، هنيك هدية الحرب وعم ياخذوا عناصر حرس للمنشآت النفطية بس. يعني ما في اشتباكات؟ ما في قصف؟ لك لا لا، ما في شي. شو رأيك احكي لك مع العقيد ابو مضار؟ لك عم يسألني شو رأيك كمان؟ لك والله يا ريت بتكون فضلت على شواربي. طيب طيب، بس اجى العقيد على مكتبه، ابرو لعنده وانا بحكي معه. لك اخي روح شوفه هلا، بركي بيكون بالمكتب. يا شباب انا عبود، اساس عازمني على كاسه متى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلص اخي روح انت لعند العقيد وانا راح اطلع عنك النوبه الجايه. اوه ماشي ماشي، رايح لعنده مباشره هلا، بشوف شو بيصير معي وبخبره. ايه تمام، وانا عم بستناك بالمهجع. احترامي سيدي. شو في عندك ولا كر؟ سيدي في العسكري عبود بده يتعاقد ويطلع على ليبيا. وانت خبرته بالتفاصيل؟ اكيد لا، انا منتظر تعليمات حضرتك. ايوه طيب يا هارون، روح انقلع من وشي هلق، روح وخبره يجي لعندي على المكتب ما انطره. يلا احترامي سيدي. شو يا عبود، سمعت بدك تعمل عقد قتال على ليبيا صحيح؟ ايه صحيح سيدي، وانا جاهز من هلا. وطي صوتك ولكر. حاضر سيدي. اسمع ولكر، حصتي من العقد التلت، سامع شو ما قل لك؟ تلت؟ ايه التلت. ولك حيوان شو طرشان، ليكون عندك اعتراض يعني؟ لا لا موافق سيدي موافق. الله لا يوفقك يا رب، ان شاء الله بتصرفن على الحكمة. ولك شو ما تبربر حيوان؟ ولا شي سيدي ولا شي. طيب شوف، ولا بكره في طياره طالع على ليبيا، روح هلق وجهز لي حالك. تمام ماشي. انا جاهز من هلا يا سيدي.
روح انقلع هلا وانا بخبرك بموعد الانطلاق. يلا. حاضر سيدي. الو الو، معك. لك شو عملت فيني انت يا هارون؟ شو عملت فيني؟ لك مين معي؟ مين معي؟ لك انا عبود. هلا بطلت تعرفني؟ اهلين بلود. لك شو هاي الاشتباكات اللي عندها؟ قلت لي الامور هادية بليبيا، لك هل معك؟ لك ايه والله، انا هيك خبرني العقيد. الله لا يوفقك، لا انت ولا العقيد يا هارون. لك غشيتوني، الله لا يوفقك. طول بالك، كلها كم شهر وبترجع معك آلاف الدولارات. لك أنا شو طالعني على أوكرانيا؟ لك شو وداني لهنيك؟ أوكرانيا؟ لك شو أخذك على أوكرانيا؟ اسأل العقيد تبعك أبو مضر. لك العقيد خبرني إنه اطلع على ليبيا، وكل واحد أنا بجيبه وبيعمل عقد مع العقيد باخذ عليه إجازة أسبوع. أيوة، وأنا أقول لحالي ليش ظليت وراي وراي لحتى وافقت على الطلعة. لك معقول؟ لك معقول تدمر حياتي رفيقة عشان إجازة أسبوع؟ لك أسبوع؟ لك صدقني يا بلود، ما بعرف إنه اطلع على أوكرانيا. آخ آخ، لك شو الفائدة من هالكلام هلا؟ آخ، لك خلص أكلنا، لك أكلنا. المهم هلا أنت دير بالك على حالك ولا تفكر بشي تاني. لك بعد شو عم تقلي هالحكي؟ لك هلا جاي تقلي دير بالك على حالك بعد ما صرت باوكرانيا، بعد ما صرت تحت التلج؟ بس صدقني يا عبود. عبود، يا عبود رد علي يا عبود. الله اكبر، راح فيا البلود. الله لا يوفقك يا ابو مضر، شو كذاب. هلا لا بقى في عبود ولا بقى في خطيبه توجع له راسه. من الكرسي ما عم يتزحزح، لا شيء فيه تقول جردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. لا ديزل لا غاز بتلاقي اكلتنا والله ديون، نظامه من اصله فاسد حملنا هموم على هموم. من الكرسي ما عم يتزحزح، لا شيء فيه تقول جردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون، ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون. هاي جيشو جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون، هاي جيشو جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بال الكون. أي جيش وجيش أبو شحاطة ما بيخلي ولا شي بالكون.